شو اللي عم تعمليه ماليسا؟ ايه؟ إيوان، أنا ما كنت قادرة أطلع فيك أكتر من هيك. ماليسا بليز بليز جاوبيني، جانا بنتي ايه أو لا؟ لا، منا بنتك. شو في اختي؟ شغلتي لي بالي. بدي فش خلق اميلو، بدي احكي مع حدا، وللصراحه ما لقيت غيرك اقدر فضيله اللي بقلبه وخبره شو عم بيصير معي. روبي احكي، شو في؟ ما بعرف شو عم بيصير مع ايوان. كيف يعني؟ يعني في بنت كان يحكي معها من زمان، وضلوا فتره سوا، وهلا رجعت فاتت على حياته. كيف يعني فاتت على حياته؟ انت كيف تقبلي؟ على الرايح والجاي بقول لي انه هو عم يساعدها وانه ما لها حدا، بس اكد لي انه ما في شيء بينه وبينها. بس بصراحه خي انا قلبي مش مطمن ابدا. عم برد لخي ولا هيو؟ لا لا اميليو، عاصي وايوان مختلفين كليا، بس ما بعرف شو عم بيصير مع ايوان. شوفي اختي، مع اني بتمنى انك تتركيه، بس رح احكيك بموضوعيه هلا. فتح عيونك منيح وما تكوني هبله. شو لازم اعمل اميليو؟ بالاول تاكد اذا في شيء بينه وبينها، مش المي عم تقطع من تحت اجريك وانت ما معي خبر بشيء. انا بوثق فيها ايوان، قال لي ما في شيء بيناتهم، يعني ما في شيء، بس صراحة ما بوثق فيها إلها. حسيت انه بعدها بتحبه وعم جرب تخطيت تترجع له بحيالها طريقة. لك شو هو ولد صغير؟ إذا عن جد بحبك قد ما تخطيت ما رح يطلع من أمره شيء. إميليو أنت ما عم تفهم علي، هي بتتمسكن قدامه وإيوان قلبه طيب، ساعة بتدق له إنه رح تصير على الطريق، ساعة بتدق له بدها مصاري، وآخر مرة دقت له إنه عايزته بموضوع خاص ومهم، قام راح راكد لعندها. يحو عندها هلا؟ ما بعرف إذا بعده، بس إنه دقيت له ما رد علي. يلا بينا حقيقته. بعد ما اجى ايوان؟ لا بعد. غريب. انتبه روبي، شكلها ماليسا عم تسرقه منك. روبي شو بك؟ كنت عندها ما هيك؟ عند مين؟ عند مين؟ بشرفك ايوان، ما تعمل حالك ما معك خبر، شو عم جرب تعمل فهمني؟ حبيبي انا رحت حكيت مع ميليسا 10 دقايق على قد وفليت. اه والله؟ فاذا وين كنت كل هالوقت؟ رحت قعدت وحدي وسردت. شو؟ سردت؟ بشو سردت؟ لحظة، خلينا انا احزر. سردت بحبيبة قلبك ما هيك؟ روبي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مني معود عليك هيك، شو هالغيري هلا؟ شو بدك ياني اعمل ايوان؟ رايح جاي لعند صاحبتك، شو بدك ياني اعمل؟ بزقف لك يعني؟ بدي اياكي توثقي فيي وتعرفي اني مش ممكن اغلط معك. بس انت عم تغلط، اذا كل هول وفكر حالك ما عم تغلط معي، يعني انت بلا راس بالمره. بتعرفي شو؟ يا ريت ما جيت على البيت، كان بيكون احسن. ايه مزبوط، ما انت هيدا اللي بدك اياه. يلا روح لعندها ايوان، شو جاي تعمل هون؟ إذا مش قادر تبعد عنا فإذا بعد عني. روبي أنت أكيد من اللي عم تحكي؟ إيه إيوان أكيد. أنا ما بدي إياك إذا نص عقلك مع وحدة تانية. أوكي روبي، أنا رح فل، بس كوني أكيدة إنه أنت اللي عم تغلطي هلا، مش بس بحقي، أنت عم تغلطي بحق زواجنا روبي. روبي لوين راح ايوان؟
تعرفوني، أنا بطل إلي وجود بهذا البيت. روبي، ليش هيك عم تحكي؟ شو صار بينك وبين إيوان؟ تطلبنا إيوان بطل متلابل معي. من لما فاتت ماليسا على الخط وهو كتير مغير. حسب ما فهمت إنه كان عندها مشكلة. طيب، ساعدها. وبعدين؟ هيك بده يضل رايح جاي لعندها؟ حبيبتي، إيوان بحبك، مستحيل يغلط معك. ابني وبعرفه. بعرف قديش هو رجال وافي. ما تصغري عقلك. ما عم صغر عقلي طنط لبنى. بس في شي غلط. هلا وينه؟ رح لعندها؟ أكيد رح لعندها. وإلا ما كنت شفتيني جنة هيك. وأنت بتعرفي وين بيتها؟ إيه. اليوم رحنا على الجنينة اللي حد بيتها. ودلنا إيوان على البناية اللي ساكنة فيها. فإذا قومي روحي لهونيك وراجعي جوزك على بيتك. أنا بدي رده؟ إذا هو بطل يحبني بده أجبره فيي بالقوة؟ روبي حبيبتي اسمعيني شوي. رجال أوقات بضيعوا، بصيروا يتصرفوا بطريقة ولادية. إذا أنت هلأ فليتي رح تخسري على طول. مش وقت تكبر وغرور. ما تعطي جوزك سبب تيضيع. ما تحسسي إنك بسهولة بتتخلي عنه. في نسوان مش فرقاني معها تخرب بيوتها. ما تكوني منهم. بس أنا كتير زعلت منه طنط لبنى. ما توقعت إنه إيوان يعمل هيك. اسمعيني، أنت بعدك بتحبي؟ إيه أكيد بحبه. فإذا قومي هلأ روحي، شو ناطرة؟ إيوان، شو جايبك بهالوقت؟ بدي نحكي ماليسا. ما بقى في شي نحكي. بشكرك كتير إنك ساعدتني وأنا ما بقى رح أزعجك. مش رح فيلم من هون قبل ما نحكي. جنى نايمة. ما رح نوعيها. مش غريب إنك عزمتيني مرتين على بيتك وهلأ بطل بدك تستقبليني؟ مش هيك. بس أنت طلبت مني إنه ما بقى أزعجك والوقت مش مناسب. هيدا كان قبل ما تلمحي لي لموضوع جنى. شو بها جنى؟ ماليسا أنت بتعرفي كتير منيح عن شو عم بحكي، وأنا جيت لهون لأنه بعدني ناطر منك جواب. وأنا جوابتك. طلع فيي ماليسا. طلع بعيوني. طلعي. عن جد جنى مش بنتي. لا. إذا مين بيا ماليسا؟ جنى وين؟ بدي أشوفها. قلت لك نايمة. قلت لك ما راح وعيها، بس بدي أشوفها. عندك مشكلة؟ لا. شو حسك انت مدخن؟ حساسك مطرحه. ايه طلع عبيلي سيجاره هيك دخنها. بس بابا انت بتعرف انه الدخان بضرك. شو مبين؟ خد دور امك بالنصائح. لوك يا عم انا بدي كرمالك استفيد. ده كلها سيجاره انا مش عم دخن يعني بس طلع عبيلي هيك. بتعرف شو؟ هي القصه بتبلش بسيجاره. بعدين بتصير تدخن قد قبل وأكثر. بتمون عاصي بتمون. بس أنت بتعرف أنا إرادتي قوية يعني فيش خوف إني أرجع أدخن. ما عندي شك. دخلك خيك وينه؟ ما بعرف. بس بيناتنا حاسه عم يرجع يحن لميليسا. شو عم بتقول؟ عاصي؟ ما بدنا نطلع هيك اخبار على خيك، اوعى. انا عم بقول لك شو حاسس وشو شايف. لا لا، احساسك مش مطرحه. خيك بحب زوجته ومن المستحيل يغلط بحقها. انا بعرف كيف مربي ولادي،
ايه هلا بيناتنا ما بتفضل ميليسا عن روبي؟ عاصي ما خصت انا شو بفضل، خيك هو اللي اختار وهو اللي تزوج، بعدين ليش لا افضل ميليسا على روبي؟ شايف كيف عم تتصرف صايره باخر فتره؟ خلا انت ما تظلمها كمان، يمكن مش مزبوط انه كانت عم تظهر مع صهره ليونس. احنا ما خصنا شو ما كان الموضوع، المهم خيك ما يغلط شي غلطة ويخرب بيته، هيدي ممنوعة. شو بتحب تشرب؟ عندك ويسكي؟ ناطرة حدا؟ لا بتكفيني ماليسا؟ هيك؟ بعد كل شيء عملته معك؟ إيوان بترجيك ما تفهمنا غلط. ما بدي أفهم شيء ماليسا، أنت مرة بلا كرامة بلا أخلاق، يا عيب الشوم عليك. هي تمشي، لا أنا ولا أنت عندنا شغل هون، مشي. لحظة حياتي، قبل ما نفل بدي أعرف مين هيدا الشخص اللي زرع له هالفكرة براسها. حبيبي ماليسا مش بحاجة لحدا يزرع لها براسها ويعلمها، ما تخافي عليها. ماشي.
سامحيني روبي. كثير زعلت منك يوم. معك حق. صدقيني أنا خطيت كني سوا لما شكيت إنه ممكن يكون عندي بنت وما معي خبر. ضعت وما عارف كيف بدي أتصرف، كيف بدي أفكر. شو كنت عملت لو طلعت بنتك؟ شو بدك توجعي لي راسي هلا؟ ما طلعت بنتي. روبي بليز، بليز خبريني. جولة للأراضي اللي ورا النهر بعد. مش بزيادة اليوم خواجة جواد؟ لا لا أخي بعد مرتاحوا. يلا يلا ولا يهمك، خلينا نخلص اليوم ونبقى نرتاح. يلا مشي معك. ياسمينة حبت إنه الجمعية تتوجه للاهتمام بالأيتام، نقت لها اسم كمان. والله شو رح تسميها ياسمينة؟ أنا كمان محمسة مثلكم ونقيت الاسم، هيك اسم حلو بيعني كتير طفولة. برافو ياسمينة، اسم ناعم حتى مش مفلسف ومباشر. صحيح طنط لبنى، مش هيك أنا نقيته. طيب وشو رح تكون رسالة هالجمعية؟ هيدي الجمعية رح تختص بأكبر عدد من الأولاد اللي بحاجة لأكل، طبابة، علم. شو فينا نأمن لهم إشياء رح نأمن لهم. كتير منيح. وفكرت بالتمويل؟ أكيد نحنا رح نمول. مرسي تنطلبنا، بس أكيد إذا في حدا من برات الجمعية حابب يساعد ما في مشكل. طبعاً. جور حبيبي اشتقت لك. لحقت تشتقلي؟ يعني كنت مقصر معك هاليومين، فمن هلأ لسنة رح ضل اشتاق لك كل لحظة. إذا هيك لكن عمول حسابك تفل من الشغل بكير تنتغدى سوا. يا ريت حبيبي، ما في أبداً. عندي اجتماع أنا وعاصي كرمال صفقة جديدة، لازم أكون حاضر من الأول. طيب إذا هيك ما عليه، بس المهم ما تتأخر عشية. لا لا ما رح تأخر، أكيد نتعشى سوا. طيب حبيبي يلا، بدك شي؟ خلص اجتماع وبحكيكي. باي حبيبي. باي. شو خي محمل وجاي؟ هودي خرايط أراضي عشقوط. ايه يعني؟ خي الأراضي متروكين ما عم نستفيد منهم، حرام. شو بدك؟ بنفلحهم ونزرعهم يعني؟ لا بنعمر عليهم. ليه نحن شو خصنا بالعمار يا مون؟ بشرفك بنبلش جيب لي هدول أفكارك ما لها طعمة هلا. ما فهمت ليه لا يعني؟ لأنه أنا قلت لا. ما عجبتني الفكرة. بعتذر منك والله. بس أنا عجبتني. إذا أنت مش حبيب أصطفل بعمل مشروع لوحدي. وحدك؟ ليش مين قال لك إنه فيك تعمل مشاريع وحدك يا زغطور؟ خيي إذا أنت مش حبيب الفكرة يعني ليه بدك تمنعني؟ لأنه مصالح العائلة كلها مشتركة. فهمت ليش هلا؟ إيه عاصي بس خلص إيوان بشرفك ما تروش على راسي. عندي اجتماع مهم وبدي أحضر حالي. طيب ماشي ماشي. بس بدنا نرجع نحكي بعدين إيه؟ يلا أنا رح رد الخرايط على المكتب وراجي. لوين بدك ترجع حبيبي؟ هالاجتماع؟ مش اليوم بلشين صفقة جديدة؟ بلشين صفقة جديدة، بس مش ضروري تكون موجود انت بالاجتماع ابدا. شو عاصي؟ مش ضروري يكون؟ الشركة الي والك عاصي، ايه؟ مش الك وحدك. حبيبي ايه بس انا دايرها، يعني انا بقرر مين بيحضر الاجتماع ومين ما بيحضر. بابا اذا عرف كيف عم تحكيني انت ما رح يكون ممنون، ايه؟ طب بتعرف شو خلص راح شكينا عند بابا. لا رح روح حط الخرايط وارجع عاصي، بدي احضر الاجتماع لانه نحن شركة. انا ماني موظف هالشركة، ايه؟
طبي لي جورج وعيسى شو الوضع صار. خلص اجوا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. الا ما نشتغل سوا قلت لك. من بعد كذا محاولة الهيئة هالمرة رح تزبط. لو بالقوة بدنا نظبطها. وتنكسر الجليد رح نغير معه على الاجتماع ونطلع مجتمع برا، شو رأيكم؟ أنا ما عندي مشكلة. ولا أنا. يلا بنتغدى لكن. ظهر. لوين ظهر؟ معنا اجتماع؟ اجوا الاستاذ جورج والاستاذ عيسى وظهروا يتغدوا برا. طيب عرفتي وين راحوا يتغدوا؟ الصراحة لا، ما قالوا لي. ريم اطلبي للاستاذ سمير دميان. الو استاذ سمير كيفك؟ انا منيح انا منيح. ايه والبابا كمان. انا عم بحكيك كرمال اذا فينا نلتقي ناخذ شي موعد سوا. للصراحة عنا هيك أراضي نحن متروكين، مساحاتهم كبيرة ومواقعهم مهمة. يعني عم فكر استثمر بمشاريع بنا، شقة أو محل تجارية أو اثنين سوا. ما كرمال هيك عم بحكيك، يعني أنت صاحب أهم شركة عقارات بالبلد. أوكي، يلا بنلتقي فازا. باي. انت هون؟ كيف كان مشوارك؟ منيح. انت اي ساعة جيت؟ انا من ثلاثة هون. اوف، وليه ما حكيتني؟ ما كنت اخرت حياتي لهلا، بس على اساس انت عندك اجتماع ما كنت جاي قبل ترم العشاء. مزبوط، كان عندي اجتماع بس ما حضرته. عاصي ما خلاني. نعم؟ ما خلاك؟ اي روبي، ما خلاني. هيدي هي الكلمة. فكرني ولد صغير وبده يمشيني مثل ما بده. حياتي انت من الاول حاطط حالك بالجو، من الاول حاسس انه عاصم ما بده اياك تكبر بالشركه، بس ما فيك تسكت ايوان، انت شريكه. يا حياتي بعرف اني شريكه، بس انا قرفت. قرفت من طريقه الشغل، قرفت من اسلوب عاصي. ماني حس انه قادر اتحداه واقف بوجهه. من هي وخيي، ما بدي اتخانق معه. يا ريت هو بفكر مثلك. يا ريت. شو يعني ايوان هلا؟ بدك تستسلم؟ اكيد لا. لقيت حل. حل بيرضيني وبيرضي. اي وشو هو هالحل؟ بترك الشركه العاصي وحده وبعمل مشاريع خاصه فيي. عفكر فوت بسوق العقارات. لا ايوان، اوعى تعمل هيك. ايه استاذ سمير؟ ايه بيناسبني. اوكي بكره على الستة فازا. طيب اتفقنا، يلا باي. مين هيدا حياتي؟ هيدا مبدئيا شريكي الجديد. ايوان عم تحكي عن جد انت؟ بشرفك ايوان، اوعى تستسلم وتترك الشركه لعاصي. انه ليش لا حياتي؟ مش مهم كون انسان ناجح وعندي اسمي؟ فيني اعمل اسمي بحيلا مجال، يعني مش ضروري تسوق البترول. تطلبنا انا كثير مبسوطه، مش مصدقه كيف نبلش شغل على الارض. الظاهر انه رح تتسهل الامور وبسرعه كمان. بس تاني مره لما بدنا ننزل على الاجتماع لازم نقول لروبي تروح معنا. ايه مين قال لك انه ما قلت لها؟ عزمتها تروح معنا. قلتي لها وليش ما راحت؟ ما بعرف، حسيتها منا مهتمه للموضوع. ما تنسى هي من غير بيئة ويمكن مش معودة على هيك نوع نشاطات. شو مبين هون؟
تعا تعا اسمع عن مشاريع مرتك. مشاريع شو مرتي؟ خير؟ قررت تأسس جمعية خيرية. جمعية خيرية لشو؟ تهتم بالناس المدمنين على الكحول؟ عاصي شو في ماما؟ شو قلنا؟ جمعية خيرية لشو لكن؟ لأولاد اليتامى، لأولاد المحرومين. عاصي بركي بعود شوي. بشو؟ ما أهلك موجودين من غير شر، ليه ما عم تروح تشوفين؟ أنت بتعرف عن شو عم بحكي عاصي. أنت ليه دايماً بتحب تجرح عاصي؟ ليش قلت لها من غير شر؟ ياسمينة ميتة تيصير عندها ولد، شو ناطر؟ أي متى بدك تفرح لنا قلبنا ماما بولد؟ قريباً قريباً ماما. وين بابا؟ فتني مبكير، رجع من المزرعة هلكين وما قدر ينطركن على العشاء. طيب، لكن رح أطلع غير ثيابي أنا وبنزل بتعشى أنا وياك. يلا، وأنا رح شوف إذا صار خالص الأكل. يلا. يا رب. بتعرف حاسس حالي زورت 20 سنة بهذا المشوار. دخلك هيدا مش حيوان هونيك؟ بلا هذا حيوان. شو عم بيعمل؟ سو غسل صار ما نكشف شو عم بيعمل. شو حيوان؟ ما رحت على الشركة اليوم؟ كنت حابب احكي عن هيك شوي. بخصوص شو؟ بالشغل. بالشغل؟ أحمد هلا نمر. كيفك إيوان؟ كيفك؟ ها؟ إيوان أنا بدي أشكي لك خروج جواد. عم يزيد على حاله كثير هالأيام، هالكم يوم ما عم بوقف شغل، ولازم يرتاح شوي. تبع حاله أكثر من هيك. أنا رح أروح أشوف شغلي. طيب يعطيك العافية نمر. شو بابا عم تعب حالك؟ لا لا، نمر بيزيد هو بيخاف علي. أهلي شو الموضوع اللي بدك تحكيني فيه؟ في الأراضي المتروكة بعشقوط، ما حدا عم يستفيد منها. ناس كتار طلبوا يشتروها وأنا ما قبلت بيعها. منيح أنك ما قبلت، لأنه عم فكر أعمل فيها مشاريع تجارية وسكنية. حلو، مشاريع بنا يعني؟ ايه، عم فكر عمر مشاريع كبيرة. حكيت مع سمير دميان قبل يكون مع شريك، شغل عليه والتمويل علي. حكيت مع عاصي بالموضوع؟ حكيته، بس ما حسيته مهتم. لكن بلاها، بده يكون شاف المشروع مش مربح. بفضل بلاها. بس بابا المشروع مربح وراح يكون ناجح. ايوه، لو كان كلامك صحيح كان خيك تحمس فورا. بابا عاصي مش محمس لأنه الفكرة فكرتي هاي هي. إيوان، عاصي من زمان كل عمر عم يدير مصالح، وخلينا نعترف صار عنده خبرة، يعني هو أخبر منك. حتى أنت بابا ما بتوثق فيه؟ إيوان شو عم بتقول؟ أنا عم بقول لك إنه ناقش الموضوع أنت وخيك، وإذا بده يتم المشروع تكونوا سوا. بهيدا المشروع ما بدي نكون سوا. ليه؟ أنت ويا شركاء بالشركة، فالمفروض أي مشروع تاني تكونوا شركاء فيه. خلص بابا بطل بدي يكون سوا بالشركة، ياخدها كل الشركة هو يديرها لوحده، أنا بعمل مشروع مستقل. بدك تنفصل عن خيك؟ بالشغل إيه. أيوه، عاصي عم بيزعجك بالشغل؟ بابا أنا ما عم بقدر أشتغل مع عاصي، يعني على قد ما أنه بكره أحكي هالكلام وعم بتهرب أنه أعترف، بس هيدي الحقيقة، ما عم بقدر أشتغل مع عاصي. بتقدر، اثنيناتكم أولادي، حط براسك وأنا أكيد أنك بتقدر. حطيت براسي بابا، بس ما مش الحال. عاصي مستلم كل شيء بالشركة، هو بحل وهو بيربط. أنت إلك نص الشركة وعاصي إله النص الثاني. تعلم، اكسب خبرة حتى تقدر تواجهه. كيف بدك إياني أكسب خبرة؟
هو عنده أشياء مخبية، عنده أسرار، عنده قصص مخفية عني. اجبره إيوان، فرض حالك، فرض شخصيتك عليه. بابا كأنك ما بتعرفه العاصي؟ بدك أفرض حالي؟ يعني بدك ياني واجهه؟ كأنه عم تقلي كل يوم عمل مشكل معه؟ لا 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 لا، ما في مشاكل، لا. بلا بابا، المشاكل أصلاً بلشت وأنا دايماً بحاول أتجنبه وأتهرب منه، بس دايماً عم نعلق مع بعض بالشغل. بابا أنا هيك ما في عيش، مني مستعد أخسر خيي كرمال الشغل والمصاري. يعني بدك تترك شغلك بالشركة، شركة العائلة، وأنا ما فكرتوا فيه؟ تعبت كل هالسنين كرمالكن؟ بابا أنا هيك بكون مبسوط ومرتاح. شغل اليوم؟ ليش يا خواجة إيوان كمان ما نزل؟ لا ما نزل، بدي أعرف على مين تركيت الشغل. يمكن من الأفضل ارجع أنا انزل ودير الشغل. ما تعطي الهم بابا، ما تعطي الهم، أنا داير كل شيء من هون. طيب هلا فيك تقول لي شو عم بصير بينك وبين خيك؟ شو عم بصير؟ ما عم بصير شيء بابا. بس خيك مش مبسوط بالشغل. من الأول قلت لك مش خرج، ما صدقتني. مش هذا هو السبب. السبب مش مبسوط من وراك أنت. نعم؟ من وراي أنا؟ ليه بابا؟ كان عندي هلا وخبرني وقال لي بده يترك الشغل وقرر إنه يفوت بمشروع البناء. حكينا بالموضوع، قلت له هذا المشروع فاشل ومش خارج ينعمل، اللي عنده شقة ما عم فيها تبيعها، الناس كلها ركض على الأجارات وما حدا معه يدفع حق شقة. بس خيك مصمم يفوت بمشروع البناء. شفت انه ما انه خرج ويستلم مشاريع بعد، لكن بيطلع لي بقرارات ومشاريع فاشلة بعده. عاصي انا بدي اياكم ضمكم سوا وتشتغلوا سوا. انا ما عندي مشكلة يشتغل معي، بس بده يفهم بالاول انه طريقه طويلة بعد تكسب نضوج وخبرة. وليه ما بتعلموا انت؟ ليه ما بتعلموا ليصير عنده خبرة؟ ليه ما بتعلموا حتى يصير يعرف أسرار الشغل ويشتغل وينجح؟ بس أنا ما حدا ساعدني بابا، ليش بده يحصل على كل شيء على طبق من فضة؟ خليه يتعذب شوي ويعرف قيمة الشغل والتعب وسهر الليالي. معاصم بعرف في مين ساعدك؟ أنا كنت أسست الشركة، أنا كنت عملت اسم لبيت الأبيض. بس ساعتك ناسي شو صار، ناسي الصفقة اللي عملتها واللي كانت دهورتنا كلنا وخسرتنا كل شيء. لو